بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم مشتركي الأعزاء بعد هذا الغياب القصير. طبعا تعرفوا أنا كنغيب نروح العاصمة من شهرين لشهرين، يعني أتجول في المحلات تاعها ونشري المستلزمات اللي يخصوني. هذه مشترياتي من عند ميرسوري اف زد، هنايا تصحيح اف زد وليس فايز، هكذا مكتوبه على المحل تاعه. هو بنفسه قال لي صحي المعلومه، ماشي فايز ولكن اف زد. بوهون باش جراح ورقم الهاتف موجود عنده، الانستغرام تاعه بنفس الاسم، ديرو ميرسوري اف زد. الأصاور اللي بديت بها هي هذه الأصاور تاع الأحجار والأسماء، بعد ذلك راح ندير لكم هذه الأصاور بالبوندونتيف، ومثل هذا مزدوج وهذا فردي، قادر نديره مزدوج. نعرفكم بالمشتريات، عندنا الأحرف. أنا نشري بالجملة، ما قدرتش نشري باكي كبير غالي، شريت نصف باكي من الأحرف هذه. عنده الحديدية، عنده الملونة، عنده الدائرية بالأحرف بالألوان، يعني عنده كل الأنواع، وعنده السوداء. هنايا هذه الأحجار على ما أظن من الطين، لهذا غالية الثمن. كاين هذا، كاين كل الألوان، تتباع بالجرام، يعني لازم تشرو بالجرام أو تشرو بالباكي بالجملة. هذا فيما يخص الاكسسوارات اللي مثل هذا الزرقاء. فيما يخص عندي هنايا اكسسوارات البوندونتيف، قادرين حتى هذه الاكسسوارات تاع الاحجار تدخلوا فيهم البوندونتيف كيما للرجال مثل عندنا هنايا هذه البومه، دخل لها بومه مع هادو، وراح نشوفوا الطريقه في فيديو اخر. اليوم راح ندير لكم بوندونتيف، عفوا راح ندير لكم اسواره الصداقه، اسواره بسيطه جدا. لازم لنا ايضا هادو ليزانو، عنده هادو، انا هادو شريتهم خاصين بالمسبحه اللي نديروا فيها، او السلسال اللي نديرو فيه السلسات مصاصات الاطفال. شيت لها هادو الاسعار لا اذكرها اطلاقا. هذا على ما اظن هذه الخشبيه هذه على ما اظن 5 دينار، لكن تاع السيليكون غاليه، لهذا اشتريت فقط 6 حبات تاع السيليكون، 30 دينار للحبه للقطعه. هذه خشبيه، هذه سيليكون. عندنا هاد القفلات، والله لا اذكر الثمن تاعهم، ممكن تكون 22000 الوحده او 25000 الوحده. اكسسوارات هذه ايضا تجي في السلسال السيسات، هادو خاصين للسيسات، وايضا هذا عجبني بزاف للسيسات، نطبق هذا العمل معكم قريبا. وهذا خاص بالتعليقات البيبي، تعليقات البيبي سأطبق معكم طريقة أيضا لها. اشتريت هذا البوندونتيف، هذا اللي يجوا للأطفال، هذه قادرين يديروا، هذا قادرين يديروا السمكة. هذه الإكسسوارات والله ما هيش رخيصة أبدا، هذه راكم تشوفوا فيها هنايا، يعني بالمراعاة تقريبا بالمراعاة وبسعر مثل هذه بسعر الجملة، يعني فاتت 500000، يعني راحت 600 أو 700000. عندنا هذا أيضا للأطفال، هذه لأسوارة الأطفال، حتى هذه الأحجار تتباع بالحبة. هذه ايضا فلامينكو، طائر فلامينكو للاطفال،
وليموجي ايضا للاطفال. هذه راح نديرها لتعليقات الاطفال. وعندنا الودعه، الودعه فيها الذهبيه، فيها الفضيه، وفيها ايضا العاديه باللون تاعها الحقيقي، وهذا الحبيبات كما كنت تشوفوا من فوق مثل المخمل، مثل القطيفه هنا ملبسه بالقطيفه. هذه ايضا لا اذكر السعر تاعها لكنها غاليه. هذا جبت فقط 4 قطع. عندنا هذا الكور الحديديه، هذه شريتها المره الماضيه على ما اظن 10 دينار للقطعة. عندنا هنا السلاسل، هذه في الحق خاصه بسلسل النظارات لكنها بما انها ما تحولش راح نستعملها انا السلسال الخاص بالاصابع لانها ما تحولش. هذا النوعيه ما عجبتنيش، هذا النوعيه تحول لكن هذه تبقى كما هي. فيما يخص السلسال الخاص بمصاصة الاطفال او السيسات نستعمل هذا الكوردون، حتى هذا الكوردون يعني بالمتر وغالي. هذه القطعة تاع الهاند ميد شي 3 فقط ايضا غالية. هنايا القطعة الخاصة بالنظارات، تعليقات النظارات راح نشوفوا التعليقات اللي حنخدمهم. قادرين ما تستعمل، ما يحبش يستعمل السلسال يستعمل السلك، راح نشوفوا مع بعض. هذه بعض المشتريات. فيما يخص اصاور الصداقة نستعملها، هي اسهل حاجة انك تستعملها هذا الخيط المطاط، هو خيط السنارة المطاط، هذا يهنيك من القفلات ومن كل شيء. كاين بعض المشتريات ايضا شريتها قبل ما نشري البوندونتيف، ايضا كان الثمن تاعها يعني مجموع مع واحد يعني كرتون ومع هذا الماكينة، ماكينة لاغرافيز، كانت مشتريات بسعر 500 ألف أو 560 ألف، يعني الكل جاني 1,300,000 مجموع المشتريات. هاد لي زابليك يلتصقوا بالميكوات مثل هادو، أيضا هاد قفلات الحقائب، هادو اللي يديرهم مع السلات الكروشي. هنا تاع المصاحف كبار لي بونبون، خسارة يعني الزوايا تاع المصاحف ما لقيتش المباري نديرهم، ما لقيتش هاد النوعية، هذه جبت من هاد الحديدية، وهذه غالية لا اذكر السعر لكنها غالية. على هاد ايضا لي زانو و لي تيج و اكسسوارات الحقائب احتاجها طبعا، و السيرن سيرن غولييف الذهبي خاص ماركة بيبيو. الان راح نستعمل هذا الخيط باش نطبق امامكم الاسوارة الصداقة. نقص 20 سنتيمتر من هذا الخيط المطاط، السعر لا اذكره يعني دخلوا الصفحة في الانستغرام واسألوا عن الاسعار. هنا عندي 20 سنتيمتر. الطريقة سهلة، انا راح ندير هنايا اسم وفاء، وفاء، نبحث عن الاسم ونرجع لكم. لصنع اسوارة عادية نحتاج من هذا الخارز هذا الطيني 18 قطعة، 18 قطعة زائد الاسم ممكن يكون متركب من 5 أحرف أو من 6 أحرف، هذا للفتاة يعني للمرأة. أما للرجل نحتاج هنايا تعرفوا الرجل أن اليد تاعها خشنة، نحتاج هنا للخارز هذا 20 قطعة. هنا راح ندير 18، نعمرهم عاديا في هذا الخيط،
نكمل 18، مشي ضروري يديروا نصف بالنصف 18، ثم تركبوا الأحرف. هنا بعد ما عمرت 18 من القطعة راح نضيف الاسم كما هو، وفاء لصاحبة الطلبية، بغات وفاء ب دوزا دوزا على فان عفوا. الاف ثم نعقد شحال من عقدة هكذا وحنا نجبد هكذا، يعني ما تخلوش هنايا الفارق او الاسباس، هي راح تتكسل وتتمدد لان كما قلنا الخيط هذا مطاط الاستيك. مهم نكثر العقد قد اللي نجم، ما ننصحكمش استعمال البغيكي لانها راح تتقطع، البغيكي راح يعني يذوبها لكن ما تتماسكش راح تنفصل، يعني قصوا عادي جدا هكذا فقط. اسهل مشروع ومشروع مربح كي تكونوا في المدن الكبرى، يعني نقول بلي مشروع مربح. هذو في العاصمه اشتريتها يعني بنت اختي بال اونلاين بالنت، السعر تاعها 1300 دينار جزائري زائد التوصيل، او 1000 نعم 1200 دينار جزائري والتوصيل 300 دينار جزائري، مجموع 1500 دينار جزائري للاسوار. حنا رانا في المدن هنا الصغرى، يعرف اللي ما راحش يجيب لنا هذا المبلغ، هنا راح نطلبوا هذه تاع الاسم 800 دينار جزائري، وهذه خاصه للرجال راهي كبيره على هذه طبعا، والاكسسوارات هذه غاليه راح تكون السعر تاعها من بين 1200 دينار جزائري و1000 دينار جزائري. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالبارتاج واللايك، والى الملتقى، سلام.